هذا السائل فضيلة الشيخ محمود يقول في هذا السؤال: نحن جماعة نعمل بمزرعة كبيرة ونأكل مما تنتجه هذه المزرعة، فهل هذا حلال أم حرام، علما بأننا لا ندري أن صاحب المزرعة يعلم بأننا نأكل من ذلك أم لا، فنرجو الإفادة. الشيء اليسير الذي جرت به العادة لا بأس به، أما الشيء الكثير فلا بد من استئذان صاحب المزرعة إلا إذا علم أنه يسمح بذلك.